أهم شيء عندي في كل شيء السمعة. أعتبر نفسي رقيب أب للجميع. أب روحي للجميع لا يشغله شاغل في حياته سوى السمعة والعمل لمصلحة العراق والعراقيين. تتصدر هذه الكلمات والشعارات كل خطاب أو ظهور إعلامي لمقتدى الصدر قبل أن يبدأ الغوص بالتناقضات وتأرجح المواقف والتنقل من تحالف لآخر. في حال أردتم الاشتراك بتشكيل الحكومة فعليكم بما يلي: محاسبة المنتمين لكم ممن عليهم شبهات فساد. أراد مقتدى الدخول في قلب الجدل مجددا فخرج بخطاب ظهر فيه بمظهر الواعظ العاقل واضعا شروطه لإشراك الأحزاب الخاسرة بالانتخابات في تشكيل الحكومة وأبرزها حل الميليشيات التابعة للأحزاب وتسليم الفاسدين منهم للحساب، ليأتي الرد سريعاً من ناشطين وعراقيين عبروا عن سخريتهم وغضبهم من التناقض في شروط مقتدى، إذ لم يتطرق في حديثه إلى مصير ميليشيا السرايا التابعة له والتي أوغلت كغيرها من الميليشيات في دماء العراقيين ولا سيما متظاهرو ثورة تشرين. نوجه شكري للأخوة في سرايا السلام على انضباطهم ومحبتهم وحرصهم على المقدسات وعلى الوطن. تصفية الحشد من العناصر غير المنضبطة كان شرطاً آخر من شروط الصدر التي سرعان ما أشعلت غضب الولائيين وزعماء ميليشياتهم، فقد طالبوه بتسليم سلاح ميليشيا السرايا إلى ميليشيات الحشد وإبعاد العناصر غير المنضبطين منهم. تصفية الحشد الشعبي من العناصر الغير منضبطة. لكن مراقبين للمشهد يرون أن شروط الصدر وردود فعل الميليشيات الولائية في العراق عليها ما هي إلا زوبعة ومناوشات تنتهي كما سابقاتها، فمقتدى كان من ضمن المشاركين في تشكيل العديد من الحكومات الفاسدة رغم ادعاءاته المتكررة بأنه يخوض حربا ضد الحياة السياسية في ظل الاحتلال الأجنبي للعراق وتعهده بترك العمل السياسي أكثر من مرة. الدراسة هي التي أوصانا بها السيد الوالد، ما قال حبيبي يا شباب أوصلوا البرلمان للانتخابات، لكن هذا كلها نسوه